تحياتكم سعيدة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فن الفنانين. في كل خميس نترقب لحظة اللقاء بكم بصورة لا نستطيع وصفها، لذلك قررنا أن نمنحكم لحظة توقف لممارسة التأمل مع الحياة ذوقا وفكرا ونغما، للأصالة مواصفاتها وللعراقة فنانها. لذلك فإن فن الفنانين قرر أن يخوض المغامرة بكم لإعادة عقارب الإنصات الجميل لأسماعكم. ضيف حلقة هذه الليلة أحد مؤسسي الأغنية السعودية وفرسانها الكبار، انفرد بفنه وأسلوبه ولونه وطريقته، فكان خير من حمل الرسالة وقدمها لمن بعده. وجوده في حقبة التأسيس جعلنا نتعرف على نمط غنائي يمثل أهمية قصوى جغرافيا وتاريخيا، الأمر الذي جعله يمثل همزة وصل بين الأصالة والحداثة الفنية. قام بدوره في الحفاظ على صورة غنائية تناقلها جيل كامل من قبله تربى هو على فنهم، فعمل على ترسيخها لمن جاء بعده، فأثار اهتمام العاملين في هذا الشأن كون فنه لا يمكن التعامل معه علميا بل سماعيا فقط. شكل مع رفيق الدرب الفنان محسن شلبي ثنائيا فنيا أثرى الساحة بألوان الدانة الحجازية وبنصوص عربية فصيحة، الأمر الذي جعلهم يسكنون ذاكرة الجمهور الذي قدر لهم ذلك ومنحهم الاهتمام والتشجيع والقبول. فن الفنانين أيها المشاهدين يسره في هذه الليلة أن يقدم لكم أحد أبرز من خدم الأغنية السعودية وكرسها في الوجدان، إنه الفنان محمد علي سندي. تابعونا. على الحقيقة اجتمعنا احنا وسود العيون، ما بال مجنون ليلى قد جنى بعض جنوني، ما بال مجنون ليلى قد جنى بعض جنوني. محمد علي السندي أستاذ كبير، أنت بالحالة دي تتكلم عن الفن الموروث. أنت لو تعرف أنه في عهد في العهود الإسلامية القديمة ولد هذا الفن اللي هو فن شعبي راقي في المدينة وفي مكة، ولد هذا الفن. وأنا أسمع محمد علي السندي الله يرحمه أحس أني أسمع شيء من العصر العباسي وليس من العصر الحاضر، واستمتع فيه وكأنه بالتوارث نقل هذا الفن بالتوارث عن أساتذته أكيد بالتوارث إلى أن وصل لنا، والحمد لله أنه وصل لنا هذه الطريقة. أنت الآن تسمع عن الموشح، تسمع ناس يغنون الموشح، لكنك لست أكيد عن أن هذا هو الموشح إلا لما تذهب للفن الشعبي المغربي وتسمع منه بعض الأنغام وتعرف أنه كان الموشح على أبعد الاحتمالات يغنى بهذه الطريقة. Thank you.
الانفصال وعلى احمد يا جنود انا والخد نصال وعلى احمد يا جنود انا ما حننا اعدى البنا والمدن طش أنا أول ما بدأت أتعلم العود اجتمعت فيه في بيت فنان رحمة الله عليه اسمه حسن عبد الرحيم في جدة في البغدادية، وكانوا يجتمعون فنانين هناك كثير، يعني كثير فنانين، ومن ضمنهم جاء محمد علي السندي رحمة الله عليه. فحقيقة تعرفت عليه طبعا وشافني وأنا عازف، قال لي كويس وذا مدري، بس يبغى لك كذا. فحقيقة الرجل من الرعيل الأول، عازف متمكن، حافظ الأغاني القديمة، دانات حقت مكة وهالمكة وهالكذا والحاجات الحلوة. فكان حقيقة يعني له أسلوبه خاص، حتى في إدائه أسلوب خاص. فمهما تكلمت محمد علي سندي يعني من المطربين الحقيقة اللي فقدهم الوسط الفني وفقد الفن حقه. يعني الأغاني الآن ماشي، كل واحد يغني الآن الأغاني، سواء كان قبل 50 سنة وقبل الآن الأغاني ماشية. صح ممكن يكون فيها الريتم تغير، الإيقاعات تغيرت، لكن الطريقة اللي يسويها محمد علي سندي اختلفت. يعني ما في أحد يغني الآن، دانات كلها كان يسويها محمد علي سندي. طبعا أنا شاهدته على التلفزيون، سمعت له التلفزيون، سمعت له طبعا أشرطة وكذا. هو له باع طويل في تقديم الأغنية أو اللون، لون الدانات الحجازي والمجسات، ويقدمها بصراحة بصورة جيدة طيبة في الجلسات، ويكون مثلا مرددين معاه والإيقاعات والرق والمصق هذا. فهو له باع طويل وعازفه جيد جيد جدا، ومن المغنين المتمكنين جدا. أنت لما تبي فن مكة والمدينة وجدة في 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 العصور السالفة أو القديمة، عليك أنك تستوعب محمد علي السندي، تستوعبه تماما. وأفضل ما عمل الأستاذ محمد عبده أنه فعلا نقل أغانيه أو بعض أغانيه في شريط شعبيات، فأكدوا للشباب، فبقيت هذه الصورة الغنائية اللي لا تستطيع أن تقول أنها أكثر من شعبية، لكنها عظيمة. يعني محمد علي السندي هذا له لون خاص به، الدانات هذه لا يعلى عليه. فأنا كنت من الناس اللي دائما أحب الدانات أسمعها بصوته رحمة الله عليه. في ناس طلعت فنانين قاعدة تقول الدانات وتغني، بس ما هو زي السندي. كان طلع مطرب من مكة على ما أعتقد في فترة من الفترات وبدأ بالدانات، وقلنا إن شاء الله هذا يحيي أغاني حقت العم محمد علي سندي، ولكن ما أدري يعني اختفى وحاجة زي كده. محمد علي سندي هام وقام في الدانات الحلوة هذه. محمد علي سندي يمثل أصالة، أصالة الفن في مكة، ومحمد علي سندي يمكن آخر العمالقة في هذا اللون. كان يعني لازلت أتذكر ولازلنا نسمع ولازلت أطرب، يعني في وقت الآخر تطفو أغنية ويطفو صوت محمد علي سندي في ذاكرتي مثل الألغاب المتفجرة اللي لا تعرف متى تظهر، لكنها تظهر. يعني في وقت قريب أنا كنت في منطقة الباحة ومرينا بالعقيق، فتذكرت على العقيق اجتمعنا.
مباشرة يعني تداعى المعاني يظهر، وتتذكر الصوت وتتذكر الجلسات اللي كان يظهر فيها. للأسف لم يسعف الحظ بحضور شيء منها، لكن كنا نشاهدها بالتلفزيون، الإخلاص في الأداء لهذا اللون والدقة والإيقاعات الجميلة اللي كانت صاحبه، كانت أوركسترا كاملة بس بمفهوم العريق للفن مكة المكرمة ومجتمع مكة، مجتمع المكي الذويق اللي يعني يعرف وعنده ألحانه الخاصة وعنده إيقاعاته الخاصة. الله، أنا تصدق أتذكر الجلسات كانت تجي في التلفزيون السعودي أيام أبيض أسود. يا أخي أشعر أنه يعني رجل حجازي بسيط قاعد على على حافة المجلس ومعاه العود وقاعد يدندن بصوته لا يحسن صوته على طبيعته، كان جميل يعني صوت رجل فعلا له هيبة الصوت. واتذكر الجلسات يعني محمد علي سندي كان مفروض انه يعني يعاد تسجيل اغانيه او شغله من قبل. لونه بسيط، لونه خفيف مره على النفس، يعني خفيف مره يعني انت ما لما تسمعه ما تجد نفسك الا انك تشيل تغني معه. يا حبيبي لا تصد اليوم عني وتصلي بهجتي نار التجني، أتلجئني أقول بلا تأني سماعا يا عباد الله مني، وكفوا عن ملاحظة الملاح لأن العشق آخره المنايا وأوله شبيه بالمزاح. يا لال يا لال لا 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 يا لال يا سيدي. صعوبة فنه وتميزه جعل العديد من الفنانين يقومون بإعادة غناء بعضا من تراثه الغنائي الممتع، فأحدثوا دهشة لكونهم اكتفوا أثره. قد لا يعرف الكثير من المتابعين أن الفنان محمد علي سندي قام في بداية مشواره الفني بأداء اللون الغنائي المصري تأسيا بنظرائه أمثال صالح عبد الحي وسلام حجازي ومحمد عبد المطلب وعبد الوهاب عندما كان مغنيا.
كان عادت غبي ما تعرف المنظر كان عادت غبي ما تعرف المنظر سألت نورا للاب كيف حالنا الشعبي بامتياز تقليدي مثل الأغنية الحجازية التي هي مرتبطة بالقصيدة العربية، ولكن تجربة أنا مؤطرة في هذه التقليدية في هذه الدوائر المغلقة المحكمة بالسائد من الغناء التقليدي، لكن أنا دائما على مستوى الشخصي
بقدر ما أنظر إلى الأغنية التقليدية بأنها مرتبطة بالوجدان الشعبي وبالوجدان الاجتماعي وبالذاكرة، وهي تطرب وتشجي، ولكن أنا أكثر انحيازا إلى التجربة الغنائية التي تقدم جديد سواء على مستوى اللحن أو على مستوى النص. هو مثل هالألوان دي ومثل الموشح، هذه الألوان تكون دراسية أو مدرسية، يعني تصنع في المدارس ويتعلم عليها، لأنها فيها مجسات عالية، فيها جمل موسيقية صعبة ما يقدر عليها أي فنان، يعني إلا من هم تمرسوا على أو تتلمذوا على أساتذة معينين في هذا الجانب. فأنت عندك مثل محمد علي السندي يصلح للتعليم، مثل الموشحات، مثل أمور زي هذه، فأنت تستطيع أنك تعلم منه، تعلم منه، لأنه بالحالة دي أنت تدرب الحناجر الغضبة. أشارت بالبأس بادرات تمامي، ولكن بدرا الحمام، فقلت طير
بالنسبة للدانات يعني هو لون ما هو موجود ترى في أي مكان ثاني، المفروض حتى يدرس أكاديميا مثلا زي الموشح زي الدور زي مفروض. طبعا اختفاء اللون الدانات طبعا اختفاء هو لصعوبة حفظه وصعوبة غنائه، ولكن الآن فيه فنانين زي يحيى لبان صراحة اسمه يقدم، وفيه كذلك شفت شبابنا برضه من خلال التلفزيون زي محمد أمان قدم المجس طيب والدنات دائما هو يغني الكلمات الأغاني الطويلة والكلمات الفصحى، يعني غنى أراك عصي الدم غناها بإيداع حلو وبلحن هو مسويه على فكرة. هو قال إنه هذا قلنا له قال يعني هذه دانة تغنى من أول أغاني قديم شعبية ومش عارف إيه، فأنا جددت فيها لأنه طبعا مع الموسيقى أراك عصي الدم شيماتك الصبر أمان الهوى نهي فلا نادى القطر إذا ميت ضمعانا فلا نادى
وهي عليمات تسائلني من أنت وهي عليمات كيف تلمسني على حاله نفوق فقلت كما شاءت وشاء الهوى لها فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلوك قالت أيهم قتيلوك قالت عندما قدم رائعة أبي فراس الحمداني ركعة صي الدمع بدأت مقارنات وكيف أداها محمد علي سندي وقدم لحنها وكيف غنتها أم كلثوم. ركعة صي الدمع قيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر نعم نعم أنا مشتاق وعندي هذه المقارنات لم تكن عادلة لأنها تختلف. محمد علي سندي أداها بالروح الحجازية وباللحن الحجازي وكان جميل ورائع ومميز فيها، وحتى إيصال معاني القصيدة الداخلية كانت تظهر كما هي ظهرت بعبقرية صوت أم كلثوم والحان الصنباطي، كانت رائعة بس في مجالها، لكن محمد علي سندي قدمها بشكله الخاص وبلونه الخاص اللي أيضا يجب أن يلقى القبول، لأن هذا فن أصيل جدا عريق يمتد إلى مئات السنين. Thank you.
وفائي مذلات وفيك وفي بعض وفائي مذلات لفاتينة في الحي لأنه هو هذا فنه ولا يعتقد أن هناك فن آخر يمكن أن يقدمه. عم محمد من الناس اللي فقدناهم ورجل الحقيقة يعني مرح، رجل كبير في السن ولكن يجلس مع الشاب ذا، وحتى لما تغلط وانت تعزف يقول لك ترى هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا. رجل الحقيقة متمكن لأبعد الحدود. سجلت معاه كثير كعازف كمنجة، يعني هو ماسك العود ونحن نعزف كمنجة مع الفرقة حقتنا. كان في فرقة في الإذاعة، فرقة الإذاعة، كان قيادة أول شيء كان الأستاذ عبد الله ماجد، أول ما جاء نزلوا من الطائف عبد الله ماجد مسك الفرقة، وبعدين مسكها الأخ علي باعشن اللي هو رياض علي. سجلنا كثير معاه ومع فنانين. سافر بفن الدانة إلى مصر وشارك في العديد من الفعاليات الغنائية في الأقطار العربية منفردا بتقديمه لهذا الفن الأخاذ، ما جعله مرجعا للعديد من الفنانين الذين يرغبون في أداء لون الدانة الحجازي. دانت علايا ديها ما لم تنله يدي تنله يدي نقشا على يا صبي الأول به جلدي به جلدي نقشا على يا صبي الأول به جلدي به رصعتها السحب بالبردي بالبردي أو روضة رصعتها بالبردي بالبردي. يعني لا يتصنع، حتى اعتقد انه ما كان يبحث عن الحان. حتى اتذكر انا ايام لقاءات الانترفيو الابيض والاسود، حتى ما هو متحدث، يعني بمعنى متحدث اللبق اللي يسوي لنفسه اعلام ولا يسوي لنفسه، لا كان على سليقته. وعلى فكره فيه نقطه مهمه جدا، كان ينتقي من القصائد
العربية الجميلة يعني. أبرزها تتذكر شيء كان يشدك؟ حقت نالت على يدها. نالت على يدها لا فيها أراك عصي الدمع أتذكرها تماما في التلفزيون السعودي. على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون. الله يرحمه يعني فعلا كان صوت صوت حنون هادي بدون ضجة يعني صوت ما يحتاج إضاءات. ورجل بسيط بسيط رحمة الله عليه وفنان عفوي كذا. هي تيجي بطبيعتها كذا صح أنه حتى يغني بصوته الطبيعي صوته الطبيعي. فأنا من الناس اللي كنت أحب أسمع له عشان إيه الدانة كان بالنسبة لي أنا لون غريب لأنه رتم مركب فاللي أشجاني الرتم أول. فكنت أسمع حفلاته الخاصة عشان أحفظ الرتم ذا واللون ذا. فحضرت كذا حفلة خاصة يعني له يغنيها كنت في قمة الطرب والله. والله شوف أنا أقول لك أنا من الآن ما أعتقد أحد يقدم يعني حتى محمد عبده الآن لو قلت يسوي أغنية غناء دانات حقت أول ما أدري ممكن يعني. بس ما هو اللي طلع زي ما قلت لك إنه طلع الأخ من مكة هذا يحيى لبان طلع من مكة وطلع كذا أغنية وبمقامات وسوى لها لزمات حلوة جديدة داخل على الأغنية. وتوقعنا انه هو ان شاء الله حيكون ايش يحيي الحفل يحيي الاغاني حقت محمد علي سندي لكنه اختفى ما ادري عاد ايش صار فيه يمكن بطل يمكن. وليس به حراك مضنا وليس به حراك لكن يخف متى راك ويميل من طرب ويميل من طرب إذا ما ملت يا غصن الأراك يا لالي يا لالي يا ولالي لا ولي. الجمال إن الجمال كساك من حلل المحاسن ما كساك ونبذت بين جوارحي والقلب من دمه سقاك يا لا 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 وال ونبذت بين جوارحي والقلب من دمه سقاك يا لا Thank you.
هذا كلها كان يمثلها، وانا اعتقد يمكن هو اخر من مثلها. نتمنى تظهر اجيال جديده تحيي هذه الفنون، لكن للاسف الزمن لا يعود الى الوراء. يعني علينا الان ان نحافظ على التراث على الاقل بالتسجيل والتوثيق. والمفروض ان الجمعيه يعني الان المفروض ان الجمعيه يعني هي اللي تحتضن الالوان دي وتحفظها للشباب عشان تبقى. لو جبت جيل صغير عنده قدرة صوتية ودربته على هالجمل الموسيقية الطويلة ودربته على المجسات، حتطلع بجيل موسيقي فاهم الموسيقى يعني. بثقافته العادية البسيطة أحسن هو بشيء واحد، أنه نقل كما سمع. لا نريد منه أكثر من هذا، يعني لا نريد منه أكثر مما فعل. مشاهدينا، فن الفنانين وهو يعبر بكم إلى محطات هامة في حياتنا، فإنه سيقدم لكم في حلقاته المقبلة نجوما عاشوا بيننا، عملوا بصدق لخدمة الوطن وإبرازه بتفانيهم في العطاء الفني، وهو ما عزز من مكانة وقيمة ونجاح الأغنية السعودية إقليميا وعربيا بفضل كوكبة من المبدعين عاشوا حياتهم لإسعادكم. حتى نلتقي بكم في الخميس المقبل، على الحب ألقاكم.